مواصلة الجهود المبذولة لمحاربة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتضييق الخناق على مروجيها، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا خلال هذا الأسبوع من معالجة عدة قضايا مفترقة، من خلالها تم حجز 5128 كبسولة من نوع بريكابالين 300 ملغرام، مع توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم ومركبة سياحية. هذه النتائج جاءت بعد الانتشار الجيد لوحدات عبر شبكة الطرقات وتشديد المراقبة والتفتيش على تحرك الأشخاص والمركبات.